السلام عليكم. اليوم نروح لولاية قسنطينة لنقف على الأشغال تاع استخلاف الكراسي التي تم كسرها وتهديمها أثناء مقابلة يعني في مولاية قسنطينة بفريق من تونس. الآن يعاد تهيئة الملعب وتركيب الكراسي المكسرة يعني تحسب للمقابلة الودية التي سوف يقوم بها فريق الوطني مع نظيره بالكاب فير في تاريخ 12 من هذا الشهر. إذا نترككم تتابعون هذا الأشغال تاع إعادة تاع الكراسي إلى في الملعب تاع قسنطينة. إذا والسلام عليكم.